تقبلي تلبسي شبكه فضه ولا ذهب سيني لمجرد ان هي لون الذهب؟ لا ممكن اصلا بس خالص انا بشوف وانا بحبه وهو بيحبني خلاص، مش كل حاجه ماديات بس. واهلك هيبقوا عادي ولا ايه؟ وانا لما اجي اتجوز اتجوز الشبكه ولا اتجوزه هو؟ واهلي لما يجي يتجوزوا مين هيتجوز، انا ولا هو؟ بس دي ماديات يعني، مش واحد مش لازم يتكلم في ماديات، مش كل حياتنا ماديات. طب انت اسمك ايه؟ اسمه انت طالبه؟ اه. يعني هو الفكره هيجيب مثلا دبله ذهب وخلاص. ثانيا فضول فقراء يغنيكم الله. ثانيا يعني لو احنا فعلا هنتكلم عن فلوس، الفلوس فعلا الامانه مش كل حاجه. ثانيا ممكن فعلا نقضيها مثلا بشبكه سيني لو احنا هنتفرج على المنظره والكلام ده، يا اما فضلنا. انا مش شخصيا من مواقيت الفضل. يعني انت ممكن تلبسيها فضه ما تلبسيهاش سيني؟ ممكن. ايه؟ هبه. طيب يا هبة، لو خطيبك ظروفه مش كويسة وحب هتحبي ان الشبكة تبقى فضة ولا ذهب صيني؟ فضة. طيب طب ايه فكرتك في الفضة؟ ما عشان يعني يبقى الظروف من اولها، يعني هو ظروف تعبانة بدل ما يجيب ذهب صيني وبعد كده الناس تعرف ذهب صيني ومش عارفة الناس يعني. فاحنا لا هناخدها من اصل احنا جبنا فضة بدل الشبكة، وانا اصلا بحب الفضة. اصل ممكن البنت تقول لك مثلا ذهب صيني علشان ان هو لون الذهب بقى وكده، فاهمة؟ صريحة هو مفيش فلوس يجيب يبقى الفضة أحسن. لو خطيبك ظروفه مش كويسة وحب يبدلك الشبكة الذهب بذهب صيني أو فضة؟ طب ليه؟ فضة أفضل شوية من الذهب. يعني مش ممكن تقولي مثلا إن هي لون اللي هو الذهب الصيني لون الذهب بقى وكده؟